hier soir, le Salon du Livre a choisi de شاركت المملكة العربية السعودية هذا العام في معرض كتاب باريس الدولي مشاركة مختلفة تتماهى وروح المملكة الجديدة. السنة هذه لدينا العديد من المحاضرات والندوات مسرحيات وبرامج حكواتية للأطفال. لدينا أيضا منصة ثلاثية الأبعاد لاكتشاف أهم الأماكن السياحية والتراثية في المملكة العربية السعودية. لدينا أيضا ورشة خط عربي. لدينا أيضا ورش أعمال يدوية للأطفال. لدينا أيضا مشروع طموح جدا وهو ترجمة أكثر من 17 عنوان من اللغة العربية للغة الفرنسية بدعم من مؤسسة صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية.